السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. هيكون معكم إن شاء الله مستر إبراهيم سليمان لشرح وتوضيح منهج الماس الخاص بالجيومتري والتريجونومتري للفيرست تيرم. بسم الله الرحمن. اول حاجه، اول درس عندنا السنه دي اسمه الديستانس بين تو بوينتس. يعني ايه ديستانس بين تو بوينتس؟ يعني المسافه بين نقطتين. لو انا عندي تو بوينتس، بوينت اسمها A اكس 1 واكس 2، وبوينت تانية اسمها B اكس 2 واي 2، الديستانس بينهم هنسميها اي بي. ايه هي بقى قانون الديستانس او الرول بتاع الديستانس بين البيتوين A وB؟ روت اكس 1 minus x2 power 2 دي في براكت بلس y1 minus y2 power 2، او ab equal root يعني x1 minus x2 يعني الديفرنس بين الx بس كلها power 2 بلس براكت الديفرنس between الy power 2. نشوف كده مع بعض مثال. بقول لي example number 1، find the distance between 0 و0 يعني الاوريجين بوينت اند 3 و4. هقول له الديستانس ممكن نجيبها بطريقتين. هختار البوينت الاولى 3 و4، هقول له روت 3 ماينس 0 باور 2 بلس 4 ماينس 0 زائد باور 2. باي يوزنج كالكوليتور هتطلع 5. طب اليونت بتاعتنا ايه؟ هل انا ماشي بالسنتي ولا بالمتر ولا ديسيمتر ولا كيلومتر؟ لا ما اعرفش، فبقول له 5 يونت لينس. او ممكن اجيبها عن طريق تاني، بدل ما اقول 3 ماينس 0 لا اقول روت 0 ماينس 3 باور 2 بلس 0 ماينس 4 باور 2، هتطلع برضو نفس النتيجه 5 يونت لينس. بكده قدرنا نجيب الديستانس بين تو بوينتس. طب نشوف مثال تاني. ازاي كنا بنجيب البريمتر اوف تراينجل؟ بجيب السم اوف لينس اوف سايدز. التراينجل مثلا اسمه اي بي سي، عايز البريمتر، بيقول لي فايند البريمتر اوف تراينجل اي بي سي اف الاي 0 0 البي 3 و4 السي نيجاتيف 4 و3. نشوف كده السوليوشن هعمل ايه. هجيب الديستانس بين اي وبي، بعد كده الديستانس بين بي وسي، بعد كده الديستانس بين اي وسي، الناتج اللي هيطلع اعمل لهم في الاخر بلس. نشوف اول واحد، ال AB عبارة عن ايه؟ روت 0 ماينس 3 باور 2 بلس 0 ماينس 4 باور 2، هتطلع باي يوزنج كالكوليتور 5 يونت لينس. طب ال BC بنفس الطريقة، روت 3 ماينس في ماينس يبقى بلس، يعني 3 بلس 4 باور 2 بلس 4 ماينس 3 باور 2، برضو by using calculator 5 root 2 unit length. اخر سايد معنا اسمه AC، عبارة عن root 0 minus minus 4 يعني هيبقى 0 plus 4 power 2 plus 0 minus 3 the all power 2 by using calculator 5 unit length. يعني ال perimeter of triangle ABC عبارة عن ايه؟ 5 plus 5 root 2 plus 5، هيطلع الناتج 10 بلس 5 روت 2. وزي ما تعودنا سايد او لينس او بريمتر عبارة عن يونت لينس. طب نشوف الريمارك اللي معنا. الريمارك ده بيقول لي to prove that A و B و C are collinear. يعني ايه مع بعض are collinear؟ كلمة collinear يعني on same straight line، يعني كده كأنهم مرسومين على خط واحد على مسطرة واحدة. هنا مثلا ال A وال B و C، طب هعمل ايه عشان اقدر اثبتهم؟ قال لي هتجيب اللينس بتاع ال AB، وهجيب اللينس بتاع البي سي، وهجيب اللينس بتاع الاي سي. طب وبعدين هشوف اكبر سايد هنا في الرسمه، مين اكبر سايد؟ الاي سي.
لو طلع الاي سي بيساوي الاي بي بلس البي سي، يعني السم اوف تو سمول بيساوي البيجر، معنى كده ان الاي والبي والسي ار كولينير. نقول تاني، هجيب الاي بي والبي سي والاي سي اللي هي الكبير، هخلي اكبر سايد لوحده. لو لقيت ان اكبر سايد يساوي السم اوف لينث اوف اذر تو سايدز، يبقى الاي والبي والسي ار كولينير. نشوف كده مثال اكزامبل نمبر 3. بروف ذات ان الاي نيجاتيف 2 7، البي نيجاتيف 3 و4، السي 1 و16 لاي اون سيم ستريت لاين. عرفنا بقى خلاص كلمه لاي اون سيم ستريت لاين يعني ار كولينير، على خط واحد. قلنا هنجيب ايه؟ هجيب الاي بي زي ما اتعودنا روت نيجاتيف 2 ماينس ماينس 3 يعني بلس 3 باور 2 بلس 7 ماينس 4 باور 2 ايكوال بايزون كالكوليتور 1 روت 10 يونت لينث. كده جبنا الاي بي. بنفس الطريقه هجيب البي سي وبعد كده هجيب الاي سي. هلاقي ان الاي بي روت 10، البي سي 4 روت 10، الاي سي 3 روت 10. مين اكبر واحد هنا؟ ال 4 روت 10 ماليش دعوه بيه، خليه لوحده. هجمع الاثنين الصغيرين اللي هي 1 روت 10 و 3 روت 10 اللي هو الاي بي والاي سي، اهو هجمعهم مع بعض، روت 10 زائد 3 روت 10 هيطلع 4 روت 10. هل السم اوف تو سمول بيساوي الكبير؟ بيساوي ال 4 روت 10؟ طلع بيساوي البي سي اللي هي 4 روت 10. معنى كده ان السم اوف تو سمول بيساوي البيجر. يبقى الاي والبي والسي ار كلينير. تمام يا شباب. طب نشوف مثال تاني. بيقول لي هنا ايه؟ بروف ذات ان الاي 6 و 0، البي 2 و 0، السي 4 و 2 روت 3. مالهم دول يا شباب؟ فيرتسز اوف ايكولاترال ترينجل. احنا عارفين انواع الترينجل، لا اما بالنسبه للسايدز، لا اما ايكولاترال يعني 3 سايدز قد بعض، لا اما ايزوسليس يعني في 2 سايدز بس ار ايكوال، لا اما سكيلين ترينجل يعني 3 سايدز ار ديفرنت ان لينث. هو عايز هنا اثبت ان هم ايكولاترال يعني 3 سايدز ار ايكوال. طب وبعديها عايز اجيب البريمتر. يعني ايه البريمتر؟ السم اوف سايد لينث. وبعد كده هجيب الاريا. ايه هي الاريا اوف ترينجل؟ لازم نكون مراجعين على القوانين وحافظينها يا شباب. الاريا اوف ترينجل هاف بيس تايمز هايت. طب اول حاجه هجيب الاي بي زي ما احنا عارفين، روت 6 ماينس 2 باور 2 بلس 0 ماينس 0 باور 2 هتطلع 4 يونت لينث. البي سي نفس الطريقه هتطلع 4 روت 10 4 يونت لينث. الاي سي برضه روت 6 ماينس 4 باور 2 بلس 0 ماينس 2 روت 3 ذا اول باور 2 هتطلع 4 يونت لينث. زي ما احنا شايفين ان ال 3 سايدز ار ايكوال ان لينث، يعني الاي بي بيساوي البي سي بيساوي الاي سي، يعني ترينجل اي بي سي نوعه ايه؟ از ان ايكولاترال ترينجل. طب ده اول مطلوب. المطلوب الثاني عايز اجيب الاريا. طب نرسم الترينجل. البريمتر 4 بلس 4 بلس 4 بيساوي 12 يونت لينث. تمام يا شباب؟ تمام. عشان اعرف اجيب الاريا لازم ارسمه كده بالمسطره، ترينجل ايكولاترال يعني كل سايد 4 و4 و4. طب الاريا بتاع ترينجل هاف بيز لينث زي ما احنا عارفين من ثانيه اعدادي، لما يكون ده ايزوسليس او ايكولاترال واجي من الفيرتكس بتاع الايزوسليس واعمل بيربنديكولار على البيز، بيحصل ايه يا شباب؟ بايسكت الفيرتكس يعني الانجل دي بتساوي الانجل دي، وبايسكت البيز يعني البي دي بيساوي السي دي. طب كل واحده هتبقى بكام؟ هي البي سي كلها بكام؟ ب 4. يبقى كل واحده من دي ب 2. طب في ترينجل اي دي بي من بايثاغورس بقى يا رجاله، الاي بي 4 اللي هو الهايبوتنس، البي دي ب 2، يبقى الاي دي السايد عباره عن ايه؟ عباره عن يا مستر روت الديفرنس يعني روت 4 باور 2 ماينس 2 باور 2 تطلع ب 2 روت 3. يبقى الاريا في الترينجل هاف بيز، البيز عندنا اللي هي بي سي ب 4 تايمز الهايت اللي هو الاي دي اللي احنا حسبناه 2 روت 3 هتطلع بكام؟ تطلع 4 روت 3. طب اليونت بتاعتنا ايه بقى في الاريا؟ اسمها سكوير يونت لينث. زي ما بنقول سنتيمتر سكوير متر سكوير، هنا بنقول سكوير بس انا مش عارف اليونت بالظبط فبقول سكوير يونت لينث. ماشي يا شباب. تعال نشوف اللي بعدي. بيقول لي اكزامبل نمبر 5. بيقول لي هنا عندي الاي اكس و 3، البي يا شباب 3 و 2، السي 5 و 1 اند
هو بقى مديني هنا حاجة، ايه الشرط اللي هو مدوني؟ بيقول لي ان اللينس بتاع الاي بي بيساوي اللينس بتاع البي سي. فايند ذا فاليو اوف اكس، يا ترى الاكس بكام؟ اقول له حاضر، الاي بي ايكوال بي سي، يعني روت اكس ماينس 3 باور 2 بلس 3 ماينس 2 باور 2، ده الاي بي ايكوال البي سي عبارة عن ايه؟ روت 3 ماينس 5 باور 2 بلس 2 ماينس 1 باور 2. نحسب كل سايد لوحده، دي كده عشان فيها الاكس خليها شوية، روت اكس ماينس 3 باور 2 بلس 3 ماينس 2 باور 2 يعني 1 ايكوال، دي كلها بالكالكوليتور تطلع روت 5. طب انا عايز اول حاجة هنا اعمل ايه؟ اعمل كانسليشن للروت، هقول له باي سكويرنج، لما اعمل سكوير روت بيشال الروت، هيديني اللي تحت الروت، يبقى اكس ماينس 3 ذا اول باور 2 بلس 1 ايكوال 5. اودي ال1 الناحيه الثانيه كانت بوزيتيف هتروح بالنيجاتيف، يعني 5 ماينس 1 ب 4، يبقى اكس ماينس 3 باور 2 ايكوال 4. طب عايز اشيل الباور هعمل روت، طب بس الناحيه الثانيه طالما في سكوير يبقى في بوزيتيف او نيجاتيف روت، يبقى روت x ماينس 3 باور 2 ايكوال بوزيتيف او نيجاتيف روت 4. بوزيتيف او نيجاتيف روت 4 يعني بوزيتيف او نيجاتيف 2. يبقى انا دلوقتي في حلين، هقول له x ماينس 3 ايزر ايكوال 2 اور x ماينس 3 ايكوالز نيجاتيف 2. هودي النيجاتيف 3 الناحيه الثانيه، زي ما احنا عارفين النيجاتيف هتروح بوزيتيف، 2 بلس 3 هتساوي 5، يبقى الاكس هنا بكام يا شباب؟ ب 5. طب الناحيه الثانيه النيجاتيف 3 هتروح ببوزيتيف، نيجاتيف 2 بلس 3 بيساوي 1، يبقى الاكس ممكن تساوي 5 او الاكس بتساوي 1. طب توكلنا على الله نشوف الاكزامبل نمبر 6. السؤال ده بقى بيقول لي ركز معايا شويه عشان السؤال ده يعني عايز تركيز. If the distance between two points A و 7 and 3A minus 1 هو نيجاتيف 5، الديستانس بينهم بكام؟ هو مدهاني في المثال بيقول لي ايكوال 13. طب عايز ايه؟ 13 يونت لينث. فايند الفاليو اوف ايه؟ نركز يا شباب شويه لو سمحت. هعمل اول حاجه الروت، هقول له 3 a ماينس 1 ماينس a ذا اول باور 2 بلس نيجاتيف 5 ماينس 7 ذا اول باور 2، بنعوض تعويض مباشر، كل ده بيساوي 13، يعني روت 3 a ماينس a ب 2 a ماينس 1 كل ده باور 2 بلس، دي بالكالكوليتور 144، الناتج يساوي كام يا رجاله؟ يساوي 13. جبناها منين ال 13؟ هو مديهاني في السؤال هنا جيفن. طب انا عايز اشيل الروت، نعمل ايه؟ هقول له باي سكويرنج. باي سكويرنج يعني هشيل الروت واعمل دي باور 2، هتبقى 2 a ماينس 1 باور 2 بلس 144 ايكوال 13 باور 2 169. هودي ال 144 الناحيه الثانيه بنيجاتيف، هتبقى 169 ماينس 144 ب 25. طب عايز اشيل الباور زي ما احنا عارفين، اشيل السكوير اعمل باور، اشيل الباور اعملها بالروت. طب انا عايز اشيل الباور هعملها بالروت، اقول له روت 2a ماينس 1 باور 2، عارفين بقى طالما باور يبقى باور 2 سكوير، يبقى في بوزيتيف او نيجاتيف روت، اوعى ننسى اوعى ننسى يا شباب، بوزيتيف او ننسى بوزيتيف او نيجاتيف روت، يبقى 2a ماينس 1 بيتساوي كام؟ بوزيتيف او نيجاتيف 5. ماشي، نقسم المثال زي ما احنا عرفنا المره اللي فاتت، يبقى 2a ماينس 1 مره تساوي 5 و2a ماينس 1 مره تساوي نيجاتيف 5. هودي نيجاتيف 1 الناحيه الثانيه ببوزيتيف عكس الساين، يبقى 2a بتساوي 6 ديفايدد 2 ديفايدد 2، يبقى الاي بتساوي 3. الناحيه الثانيه 2a ماينس 1 ايكوالز نيجاتيف 5، هودي نيجاتيف 1 الناحيه الثانيه بوزيتيف نيجاتيف 5 بلس 1 بنيجاتيف 4، ال 2 a يا رجاله بيساوي نيجاتيف 4، يبقى ال a ديفايدد 2 بيساوي نيجاتيف 2. تمام. طب نشوف الريمارك اللي بعده. بسم الله. بيقول لي الريمارك، ازاي اثبت هاو تو بروف ان ال a وال b وال c لاي اون سيركل، على نفس السيركل، السنتر بتاعها اسمه ام، هعمل ايه؟ قال لي هجيب ال m a من السنتر البوينت، وهجيب الام بي وهجيب الام سي. طب وبعد ما اجيبهم لو لقينا ان الام اي ايكوالز الام بي ايكوالز الام سي، معناها ايه؟
معناها ان ال A وال B وال C lie on same circle. طب كل واحدة في الحالة دي مين الشاطر اللي يقول لي ال M A اسمه ايه وال M B اسمه ايه وال M C اسمه ايه؟ شاطر، هيبقى كل واحد فيهم اسمه radius. طب طالما قلنا radius و circle، طب ما نيجي نشوف ال area of circle بتساوي ايه. ال area of circle عبارة عن ايه؟ by r bar 2. ايه هي circumference of circle؟ 2 by r. الباي لو هو مدهالك هيدهني بكام؟ ب 22 over 7 او يدهني ب 3.40. ما ادهاليش يبقى هعوض بيها زي ما هي بالباي، هيطلع الناتج in terms of y. طب تعال نشوف مثال كده. example number 7، السؤال بيقول ايه؟ بيقول لي prove that ان ال A 3 و negative 1 ال B negative 4 و 6 مالهم؟ lie on circle، يقع على circle. It's a center. السنتر بتاعها اهو محور المسألة كله. ال M negative 1 و 2. طب وبعديها؟ بعد ما اثبت ان ال A وال B يقع على السيركل، بيقول لي then find its area اللي هي by R bar 2. طب وايه تاني يا مستر؟ وعايز السيركونفرنس بتاعتها اللي هي 2 by R. ومديني هنا given في الداتا، given في المسألة، بيقول لي ان ال by approximately 3.40. واحدة واحدة. أول حاجة احنا قلنا ايه؟ هجيب ال M ايه؟ طب ال M ايه هجيبها ازاي؟ قانون الديستانس اللي احنا لسه عارفينه ولسه حافظينه. روت هقول له نيجاتيف 1 ماينس 3 باور 2 بلس 2 ماينس 1 يعني 2 بلس 1 ذا اول باور 2. شطار. باي يوزنج كالكوليتر هنحسبها كلها هتديني 5 يونت لينث. تمام. طب وال M B بنفس الطريقه، روت نيجاتيف 1 ماينس يعني بلس 4 ذا اول باور 2 بلس 2 ماينس 6 ذا اول باور 2 هتساوي 5 يونت لينث. دي 5 ودي 5 معناها ايه؟ معناها ان ال M A بيساوي ال M B. يعني ايه برضه مش فاهم؟ طالما M A equals M B يبقى كل واحدة فيهم اسمها radius. طب وبعدين؟ معنى كده ان ال A وال B lie on same circle. تمام، ده أول مطلوب. شطار. طب عايز أجيب ال area وعايز أجيب ال circumference. ايه هي الاريا اوف سيركل؟ واحد شاطر يقول لي باي ار بار 2. الباي هو مدهلنا يا مستر 3.14 تايمز الار. الار اللي هي هنا في المساله اللي هي كام؟ 5 بار 2. يطلع النتيجه بتاعنا بالكالكوليتر 78.5. زي ما اتعودنا بقى الاريا عباره عن ايه؟ سكوير يونت لينث. طب السيركونفرنس 2 باي ار 2 تايمز 3.14 تايمز 5 يعني 31.4. اليونت ايه هي بتاع السيركونفرنس او البريمتر او السايد؟ يونت لينث. شطار. تمام. طب تعال نشوف شويه ريمارك تانية، درس تقيل معلش. بيقول لي الريمارك هاو تو بروف او هاو تو ديترماين التايب اوف تراينجل، مره بالنسبه للانجلز ومره بالنسبه للسايدز. طب اول حاجه بنشوف بالنسبه للانجلز، هنعتبر هنا ان الـ AC هو اكبر سايد. بيقول لي هعمل الـ AB، هجيب الـ AB والـ BC والـ AC، هعملهم هما التلاتة باور 2. احنا قلنا مين اكبر واحد؟ الـ AC. طب اخليه لوحده، هقول الـ AC باور 2 واعمل الصم بتاع الـ other 2 سايد لما اعملهم باور 2، يعني AB باور 2 بلس BC باور 2. طب عندي كام احتمال؟ عندي تلاتة. ممكن الـ AC باور 2 equals AB باور 2 بلس BC باور 2. لو أكبر سايد باور 2 إيكوال السم أوف سكوير أوف أذر 2 سايد، معنى كده إن الترينجل ده رايت. رايت في مين؟ في الأوبوزيت أنجل للسايد AC. الـ AC ما بقاش سايد، بقى اسمه هايبوتنيوس. مين الأنجل اللي قدام الـ AC؟ الحرف التالت اللي هو الـ B. يبقى ده الترينجل رايت في الـ B. طب لو لقينا إن أكبر سايد باور 2 سمولر ذان السم أوف سكوير أوف أذر 2 سايد، يبقى الترينجل ده نوعه ايه؟ نوعه اكيوت. في مين؟ ال A اكيوت، ال B اكيوت، ال C اكيوت، ال 3 انجلز ار اكيوت. طب الاحتمال الثالث ان ال AC باور 2 جريتر ذان ال AB باور 2 بلس ال BC باور 2، يبقى الترينجل ده ايه؟ اوبتيوس. اوبتيوس في مين؟ في الانجل اللي قدام اكبر سايد اللي هي ال AC، ده اكبر سايد، يبقى مين الانجل اللي قدامه؟ AD. طب تعال نشوف بالنسبه نوع ترينجل، التايب اوف ترينجل اكوردنج تو اتس سايدز. هنجيب الثلاثه سايدز، لو لقينا الثري سايدز قد بعض يبقى ترينجل ده ايكولاتر، ما احنا قلناها في اول سؤال.
لو لقينا تو سايد قد بعض مش بيساوي التالت يبقى ده ايزوسليس. طب لو لقيت 3 سايز ديفرنس يبقى ده اسكيل. طب تمام، تعال نشوف السؤال كده مع بعض ونقول بسم الله. اكزامبل نمبر 8 بيقول لي بروف ذات ان تراينجل اي بي سي از رايت انجل اند فايند اتس اريا. الاريا بتاع تراينجل زي ما احنا عارفين هاف بيس في هايت. اول حاجه هجيب الاي بي بالطريقه اللي احنا متعودين عليها، طلعت 5 روت 2 يونت لينس. البي سي طلعت 2 روت 10 يونت لينس. الاي سي طلعت روت 10 يونت لينس. وبعدين هعملهم الثلاثه باور 2، يعني هجيب الاي بي باور 2 هعمل 5 روت 2 بتوين براكت، او هننسى اي سكوير لازم يبقى بتوين براكت بيكالكوليت، باور 2 طلعت 50. البي سي بتوين براكت 2 روت 10 باور 2 40. الاي سي روت 10 باور 2 تطلع ب 10. مين اكبر واحد فيهم؟ اهو ال 50 اخليه لوحده. هشوف الاثنين التانيين 40 بلس 10 ب 50 يبقى الاي بي باور 2 ايكوالز بي سي باور 2 بلس اي سي باور 2. طالما اكبر سايد باور 2 ايكوال السم اوف سكوير اوف اذر تو سايد يبقى تراينجل اي بي سي رايت. رايت في مين؟ في الانجل اللي قدام الاي بي اللي هي السي. طب عشان نجيب الاريا نرسمه مع بعض كروكي كده. ادي تراينجل اي سي بي، الترينجل ده رايت زي ما احنا ثبتنا رايت في مين؟ في السي. نكتب الداتا، ده روت 10 ده 2 روت 10 ده 5 روت 2. الاريا بتاع ترينجل هاف بيز لينس تايمز هايت. طب فين البيز والهايت؟ البيز والهايت بيبقوا التو سايد اللي حوالين الرايت انجل، يعني دي رايت يبقى الاي سي هو البيز، البي سي هو الهايت، يعني هاف تايمز 2 روت 10 تايمز روت 10 هتساوي 10. قلنا الاريا بتتقاس بايه؟ اليونت بتاعتها ايه؟ تمام شطار، سكوير يونت لينس. يبقى الاريا اوف ترينجل 10 سكوير يونت لينس. بكده نكون خلصنا البارت الاولاني من الليسون الاولاني اللي هو الديستانس، وهنشوف مع بعض شويه هومورك، مسائل بسيطه جدا هسيبها لكم شويه عشان تكتبوها وتحلوها. اول سؤال find distance between 3 و 7 negative 1 و 4. تاني سؤال find distance between 7 و 3 2 1. if A 3 و 1 ال B 1 و 2 ال C 5 و 4. prove that ان B C بيساوي 2 A B. اساعدكم في دي، هعمل ايه؟ هجيب الاول B C بقانون distance، وبعد كده هجيب ال A B بقانون ديس واعمل لها تايمز 2. لو لقيتها بتساوي البي سي اللي احنا جبناها في الاولى يبقى البي سي بيساوي 2 اي بي. السؤال الرابع بيقول لي بروف ذات ان الاي والبي والسي لاي اون سيم ستريت لاين او ار كولينير. يعني ايه؟ يعني هجيب الاي بي والبي سي والاي سي واخلي اكبر واحد في سايد لو طلع بيساوي السم اوف لينس اوف اذر تو سايد يبقى ده كولينير. If the distance between A و 7 و negative 2 و 3، السؤال اللي احنا واخدينه كذا مرة فوق، find ال A لو ال distance بينهم 5 unit length. prove that ان الترينجل اللي ال vertex بتاعته A 5 negative 5 B negative 1 و 7 C 15 و 15 right angle في ال B. قلنا بنجيبها ازاي؟ هجيب ال A B ال B C ال A C وبعدين نعملهم الثلاثة باور 2. لو طلعت السكوير اوف بيجر سايد ايكوال السم اوف سكوير اوف اذر تو سايدز يبقى الترينجل ده رايت. وبعدين هجيب الاريا، اهي الاريا. تمام واحد شاطر هيقول الاريا هاف بيس 5. بيقول لي بروف ذات اي وبي وسي فيرسس اوف اوبتيوس. زي ما جبنا المرة اللي فاتت هجيب الاي بي البي سي الاي سي هعملهم الثلاثة باور 2. لو لقيت ان اكبر سايد باور 2 اكبر من السم اوف سكوير اوف اذر تو سايد يبقى الترينجل ده نوع اوبتوس. 829 بيقول لي ذا لينث اوف لاين سيجمنت ذات درون بتوين، يعني الديستانس بينهم بكام؟ طب الديستانس ما بين 3 و 4 والاوريجن بوينت، ايه هي الاوريجن بوينت؟ حد يقول لي كده؟ تمام الاوريجن بوينت اللي هي 0 و 0. هجيب الديستانس ما بين 3 و 4 و 0 و 0
قانون الديستانس عادي اللي هي بتاعت الروت. اخر سؤال معانا، بقول لي ذا ريديوس لينث اوف سيركل السنتر بتاعها اللي هي الام 7 و4 باسنج ثرو البوينت 3 1، يعني 3 1 دي تقع على السيركل بيساوي كام؟ يبقى هجيب الديستانس بين 7 و4 و3 1 ودي تعتبر الريدس. وبكده نكون انتهينا من البارت الاولاني ليسون 1 اللي هي الديستانس بين 2 بوينتس، و جود لك اند سي يو سون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.